قبل ما يرموني ولادك بالشارع وأنا مريض. مزبوط كلامي ولا أنا غلطان؟ صحي مشان يكون بعلمك، قدمت شكوى بحقكم. شو هاي؟ أمر من النيابة، معكم يوم لتاخذوا غراضكم وتطلعوا من بيتي. اعملي حسابك تفضلوا لي من اليوم، لأنه إذا ما طلعتوا خير شو رح تعمل؟ ببعت لكم الشرطة لتطالعكم. بس يوم. الله لا يوفقك. بدل ما تشكري ربك. إذا نحن مهمينك، عثمان كمان مهمك؟ عثمان في يعيش معنا أنا وكارولين. خدي هاي نصبة الزيتونية، سجلتها باسمك، وهي الطابة، مو هيك اتفقنا؟ روحي عيشي انتي ولادك بعيد عنا. بس يوم وبتنقلع من بيتي. امبارح بالاجتماع خربت الدنيا. لا تقولها هالمرة، كبرت كتير. المدرسة انطبلت وانتي ما بتعرفي. رجعتي هربتي. صباح الخير. خير مرت عمي، صاير معك شي؟ لا ما في شي. كيفك؟ منيح اللي شفتك، لأني كنت بدي أسألك عن شغلة. بس أنا تأخرت على المدرسة بخصوص إيلين. شو عاملة إيلين؟ أنتي بتعرفي إيلين عم تحكي مع حدا؟ كيف يعني؟ ما فهمت. عم تشوف شاب ولا لا؟ يعني أنا ما بعرف، يمكن. أنتي بتعرفي قديش أنا وإيلين صحبة، وإذا عرفت إني حكيت يمكن تزعل مني وما عاد تحكي معي، مو هيك؟ تفضل. أنسى المدير بعت لك هاي الورقة. تفضلي. شكرا لك. اسمه سهيل، بس هو أكبر من إيلين بكتير، ويمكن عمره 35. شو حقير. بعدين هو غني كتير، بس من وين إله كل هالمصاري وشو بيشتغل؟ ما حدا بيعرف منهم. معناتها بتعرفيه منيح. لا ما بعرفه شخصي، بس سمعت عنه لأنه سيرته على كل لسان بالمدرسة. طلاب اللي عم يحكوا ولا الأساتذة؟ الكل تقريبا، لأنه بيستناها قدام المدرسة، وهي بس تشوفه فورا بتطلع معه بالسيارة بدون ما تعمل حساب لحدا، لهيك حكوا عليها. هي مدريتي باللي عمله مجد كمان؟ ليش شو مساوي؟ ما قالوا لك؟ شو في احكي؟ آسفة ما عاد فيني اتأخر أكتر من هيك، إذا بدك فوتي على المدرسة وفهمي من المدير. بس أمانة، أنت وعدتيني ما تخبري إلي، مزبوط؟ بوعدك. ماشي، يلا باي، أنا تأخرت.